شغل؟ والله تعبان ضعيف. خدمات شلون؟ والله خدمات صفر. شلون؟ صفر. شلون احكي لي؟ يعني هسه مثلا عندك هاي الا جد مثلا الاستاذ المسؤول يلا بدا الشغل. ايه. احتك يا هيك. ايه. الا رقيب فوقهم. الا المدير عام يجيب نفسه يا رقيب. احنا شعب لا هم زينين امانة الله يعني يجون ينظفون وهاي بس مو هيك نظافة. مو هذا انتم الجزر شو تشتغل هي مكان صاير استاذ قرب يمي تقرب استاذنا العزيز الاهم التعاون لا خلنا خدمة خلنا خدمة احنا صحيح استاذ يمكن تقصير من مدير مركز مدير مركز البلدي لا لا انا متابع استاذنا العزيز تشتغل ويشيلون الانقاض منها النفايات زين بس مو هيك نظافة يعني مثلا كدرابين يطبون عليها ماكو ايه. ورا الدرابين هاي ما ستة ما ستة ماكو خلينا نحكي بالواقع فهنا يشيلوها الحاويات بالمجموعة مالتها هنا يشيلوها ايه؟ امانة الله يعني ايه؟ بس غير شيء لا يعني تردون جهد اكبر طبعا اوكي تمام ان شاء الله احنا بخدمة لا خادم ربك تعاونكم ما تقصروا ان شاء الله احنا يعني ان شاء الله جاي جديد بهذا القاطع والرحمانية ان شاء الله من اولويات عملي بالتطوير كل الاقسام بس اريد تعاونكم وجهودكم ويانا شوف هناك بالاخير يعني احنا طالعين هسه جولة ونرصدها فد مرة يعني وين بالاخير وين؟ لا محله هيك من يوم هاي مو هاي دربونا اللي وراها وهيك استاذ خلينا توجه بيها الموضوع حتى العالم